بانوراما اف ام تقدم مصطفى شعبان، هالة فاخر، هنا شيحة مع النجم الكبير حسن حسني. يحنا يا هما، يحنا يا هما، يا هما يا احنا، مين ده اللي زحزح مطر احنا؟ يحنا يا هنا، يا هنا يا احنا، نحنا كتير منكم واحنا مش وش يا جماعة، وهاتوا اللي ابدا بيقعد واقعد على جنب. شغل السهوكة وكلام الحب بيجيب الغلب وكعب القلب. يحنا يا هما، ما كانش في داية تنزلي من السرير يا ماما، انتي لسه تعبانة يا حبيبتي. لازم اتأكد من الفطار بنفسي يا عليا، بعدين يا حبيبتي انا زهقت من نومة السرير دي، مش واخدة عليها. ربنا يديك الصحة. ها يا اخوات، الفطار كويس؟ هايل يا مدام زهية، هو ده الفطار المظبوط، العيش صابح وسخن، واهم حاجة ان مش معجن. البركة في عبد القوي الحارس الجديد. اسمه ولاء يا مدام سهير، واعملوا حسابكم لو سمعت حد فيكم بيناديه باسم تاني هرفضه. لا لا لا، خلاص خلاص، ولاء ولاء، المهم نلاقي لقمة عدلة ناكلها. يا سلام، صحيح يا اخوات، ادوا العيش لخبازه. انا امبارح اول ليلة انام فيها واخد راحتي في النوم واشبع. ليه بقى ان شاء الله يا مدام تفيدة؟ البركة في ولاء. يا سلام، ولاء علاقته بالموضوع، كان في براغيث بتقرص حضرتك قبل كده وجيه هو موتها لك. يا جماعة انا تعبانة، راعوا ظروفي الصحية. لا طبعا، بس الواحدة نايمة ومطمنة ان في حد بيحرسها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وقبل كده ما كانش في حد بيحرسك ولا ايه؟ بصراحة لا، ده احنا كنا حاسين ان احنا اللي بنحرسكو. بقى كده، الله يبارك له ولاء، ما بقالوش معانا الا سواد الليل، بس بقى حاسين بالفرق. على فكرة يا جماعة، احنا قاعدين مبسوطين وبناكل ونسينه خالص، يا ترى بقى هو فطر؟ اوديله فطار يا ماما؟ لا، ودي تيجي برضو، انا اللي حديله الفطار بنفسي. ايه ده يا مدام زاي، هو سعادتك كنت بتربي كتاكيت في الكشك ده قبل ما تقلبيه كشك حراسة؟ لا ليه؟ اصل الاكل اللي سعادتك جايبهولي ده يعني كتاكيتي قوي. ايه يا حبيبي، مش عاجبك الفطار؟ مش قد المقام؟ كنت متعود تفطر فطار كونتيننتال في بيتكو. ايه ده، اعوذ بالله، مش القصد، يا مش القصد يعني، بس يعني بس يعني ايه؟ عاوز ايه تاني؟ عيش وجبنة. طب ما تتكيش على الكلام قوي كده يعني. يعني ايه ما تتكيش على الكلام قوي كده؟ يعني سعادتك فاتحة صدرك قوي وانت بتقولي عيش وجبنة، ودول حيالله ربع رغيف وحتة جبنة نستو. والله بقى ده اللي عندنا يا مدام زاهية، ده المساجين وكلاب الحراسة بياكلوا احسن من كده. ما انا قلتلك الشغلانة دي مش مناسبة ليك، انت اللي ما بتسمعش الكلام. مين اللي قال انها مش مناسبة؟ مش انت اللي مش عاجبك الاكل اهو. طايش ومش عارف مصلحتي، انما انا دلوقتي افتكرت، صحيح، ده انا وزني زاد 150 جرام ولازم اعمل ريجيم عشان انزلهم. يا سلام يا اخوي. والله. طب ده سعادتك هينوب كفايه ثواب كبير قوي عشان هتساعديني في الحكايه دي. طيب يا اخويا اتفضل بالهنا والشفا. مدام زاهية، سؤال بس، سؤال من فضلك. نعم. هو الفطار الجامد قوي ده بينزلش وراه شفطة شاي ولا برضو صعب؟ اف. ايه يا عبد الجبار، مالك؟ كف الله الشر، واخد ديلك في سنانك على الصبح كده ورايح فين؟ ده بتسيبني في حال الوقت يا فرج، ورتب اللي عني شويه. يا جدع استنى هنا، طمني في ايه؟ عبد القوي يا فرج، عبد القوي. ماله؟ كف الله الشر، اتأثر في معسكر الاعداء وبيعذبوه يا ضنايب. انت شارب حاجه على الصبح يا عبد الجبار يا اخويا؟ اعداء ايه واسر ايه؟ الولية اللي راح يشتغل عندها مرمطه، اخر مرمطه. يا ساتر يا ربي، ازاي؟ قال ايه، عاوزها يشتغل هناك وما يشوفش الشارع خالص. هو في سجن احلى من كده؟ حريم من كل ناحيه. طب يا ريت الواحد يتخبط له 6 اشهر ولا سنه في سجن زي ده. والله انت رايح على الصبح يا فرج. طب امه هو مسجون، عرفت كل ده انت منين؟ كلمني في التليفون يا جدع وقال لي. شفت شفت بقى، شفت، اديك انت ظالم الناس دول. هو في مسجون ولا اسير بيتساب معاه تليفون؟ اوعى فرج بالوش، اوعى بدل ما بطحك بحاجه بس، اوعى فرج. استنى بس، رايح انت فين دلوقتي؟ هروح اشوف يا ابني فين واحرره. ابو
بص روحي فجأة لقيتني لبست ايه فجأة، فدخت من مفاجأة ونزلت دمعتي. اوه يا نابا، كان مستخبي لك فين ده كله عب قوي. ايه ده مين؟ ما تخافش يا حبيبي، انا مدام سهير. اهلا اهلا وسهلا. خير؟ امسك. ايه ده، هو ساعتك شغالة في التهريب؟ دمك خفيف يا مضروب، دول شوية سندوتشات عملتهم لك وخبتهم لك واحنا بنفطر، قلت انت اكيد يا ضنايا بتجوع بين الفطار والغدا، ما انت شاب والشباب بياكل. اكل ايه وشباب ايه يا ست هانم، انت عارفة دي جابت لي اكل بتاع عيل عنده 14. يا بنت اللذينة يا زهية، معلش يا ضنايا، اصلها ست بروية حبتين، وبعدين اصلها مجبور على قعدتك هنا. طب وعليا بايه ده كله؟ ما اتكل على الله وامشي وربك الرزاق. اخص عليك، هي الرجالة تعمل كده برضو؟ امال اعمل ايه بس يا ست هانم، اديك قاعد على قلبها، ده احنا ما صدقنا لقيناك. طب وحضرتك يرضيك البهدلة اللي انا فيها دي؟ من ناحية دي اطمن، انا مع كل وجبة هخبي لك لقمة واجيبها لك في السر، ولا من شاف ولا من دري، وانت اذا احتجت حاجة قول لي وانا هتصرف. ربنا يكرمك يا ست هانم، ربنا يكرمك يا ست هانم، ربنا يعني يكرمك يا ست هانم. تعيش يا ابني، استأذن انا بقى. طب وهو عمل ايه بس يا ماما؟ عمل انه طلع على الراجل، هو في جريمة اكبر من كده في الدنيا؟ بس احنا ما شفناش منه حاجة وحشة. بس اكيد هنشوف. وليه اكيد؟ عالية جرالك ايه؟ شايفة كلامك متغير وافكارك في حد لعب فيها، تي بتقعدي كتير مع الست اللي اسمها ناريمان اسمهان دي؟ الحكاية مش حكاية مدام ناريمان ولا غيرها، بس انا شايفة بس يعني. بس خلاصي خالص، مش عايزة اسمع صوتك. من امتى وانت بتشوفي حاجة غير اللي ماما شايفاها؟ احنا مش قلنا يا حبيبتي انك لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة؟ ايوة يا مام، بس ولا خالص ولا كلمة. حاضر. بصي يا عليا، الرجالة يا حبيبتي دي كائنات خبيثة زي التعابين تمام، ممكن تمثل انها بتعمل حاجات كويسة والمدة سنين طويلة، وفي الوقت المناسب بيبانوا على حقيقتهم وبيلدعوا اللدعة، فاهمة يا حبيبتي؟ فاهمة يا ماما. يبقى احنا نعمل ايه؟ نخلي بالنا ما نديلهمش فرصة يضحكوا علينا، ومهما شفنا منهم حاجات كويسة نفكر نفسنا ان كل ده تمثيل في تمثيل لحد ما يوصلوا للي هم عاوزينه، مش كده يا حبيبتي؟ مظبوط يا ماما. وعشان كده انا مش عاوزاكي تتعاملي مع اللي اسمه ولا ده خالص، مفهوم؟ مفهوم يا ماما. مين هناك؟ انا خالتك تفيده يا ضنايا، ازيك؟ الحمد لله. اموري؟ الامر لله يا حبيبي. امسك. ايه ده؟ ده ابصر اسمه ايه، ترمس فيه ميه سخنه، والكيس ده فيه شاي وسكر وقهوه وكوبايه ومعلقه. ياه، عشان ايه ده كله؟ ما انت ما بتنامش خالص يا ضنايا، واكيد تعوز تظبط دماغك. والله عندك حق يا ست الحاجه، الواحد برضو دماغه متعامله زي وابور الجاز المشحط. الف سلامه على دماغك يا ضنايا، واما الحاجات دي تقرب تخلص قول لي وانا اجيب لك غيرها، بس خبيهم كويس، اوعى زهية تاخد خبر. انا مش فاهم الست دي عامله لكم كلكم رعب كده ليه؟ بعيد عنك الافطرة وحش يا ابني. يلا يا روحي، سلام عليكم. ايه بس يا مدام ناريمان، هو انا عملت حاجة؟ بصي بقى يا زهية، لازم تفهمي ان النازلات ما صدقوا لقوا حارس للمكان. طب وانا عملت ايه بس؟ انتوا اصريتوا انه يتعين وانا وافقت، عاوزين مني ايه تاني؟ عايزينك ترفع ايدك عن الواد شوية، ما حدش فينا هيقبل انه يمشي. وانا عن نفسي وعد شرف مش حرفيده، انما بقى اذا هو قرر يمشي انا شخصيا مش همسك فيه، ولا عاوزاني اقعده غصب عنه، ده حتى يبقى انتهاك لحقوق الانسان. يعني انت مصره على اللي في دماغك؟ اللي هو ايه؟ ان تطفشيه. انا خالص يروح الروح، بس المكان ده بتاعي انا، وانا اللي بديره انا، واظن من حقي انا اني اديره بالشكل اللي اشوف انه صح. محدش قال حاجه، بس يعني ولا بقى موظف في المكان ده، وانا بس اللي اقول يعمل ايه ويشتغل ازاي. ولا انتي رايك ايه يا روحي؟ ماشي يا زهية، بس اعملي بقى حسابك ان انا مش هسكت. ايه
ايه بس يا بابا اللي جابك؟ ما انا بطمنك في التليفون. تليفون ايه بس يا حبيبي؟ انا كان لازم اشوفك بعيني واطمن عليك. عاوز اعرف عملوا فيك ايه؟ اكلت لحوم البشر دول؟ اه والله يا بابا انا اتبهدلت بهدله. بعد الشر عليك يا حبيبي، لا عاش ولا كان اللي يبهدلك. اه عاش وكان كمان يا بابا. بابا انا صعبان على نفسي يا بابا. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، خلاص سيبها لهم مخدره، وانا ليك عليا اجمع قوات من الرجاله الجدعان المناصرين لقضيتنا، ونغير عليهم في سكناتهم ونبدهم جميعا. ايه جو الرصاصه لا تزال في جيبي ده يا بابا؟ وبعدين محدش هنا يستاهل الاباده الا الوليه اللي اسمها زاهيه دي صاحبه الدار، انما الباقيين كويسين قوي 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 يا بابا. كويسين ازاي؟ هم من الستات يا ابني. اه يا بابا، بس يظهر ان الستات لما بتعجز بيحصل لها طفره جينيه بتخليهم طيبين حنينين ناعمين. انسى، لا طفره جينيه ولا اشعاع ذري، الست بتفضل بركان اذيه لحد ما تروح التربه. لا والله يا بابا. طب ده الستات العواجيز اللي هنا بيعاملوني احسن معامله. افلام، عاوزينك تاكل منا لحد ما يوصلوا للي هم عايزينه. اللي هو ايه يا بابا اللي هم عاوزينه؟ ها مش عارف، بس اكيد مصيبه من مصايبهم. انا بقول تسيبك من المكان ده وتيجي معايا. ما ينفعش حد الصول، نداء المام ينادينا، لازم نستحمل. طب وبعدين يا ابني هتفضل في السجن ده على طول؟ ادي الله وادي حكمته يا بابا، محدش عارف، يمكن ينوبني قرار عفو في العيد ولا حاجه. ربنا كبير يا حبيبي، الله هتقطع بيا. معلش يا بابا معلش، انا هبقى اكلمك على طول، وانت لو حبيت تشوفني بقى تعالى، بس والنبي تخليها بالليل عشان محدش يحس بينا. يلا اتكل على الله انت دلوقتي. يلا بقى. ماشي يا حبيبي، حاضر، بس خلي بالك انت من نفسك. سلام يا حبيبي. والبيشة والشيش يا حريمي، ضحكتني من قلبي يا شسمك. الدلع دي ده باين انه غشي. يا احنا يا هما، تأليف باهر دويدار، المخرج حسين ابراهيم.